السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصف الأول الثانوي، مقررات جميع الشعب. مادة الرياضيات، الباب الرابع، الدرس الرابع، الزوايا المحيطية. أهداف الدرس: أولا، تعريف الزاوية المحيطية وإيجاد قياسها. ثانيا، إيجاد قياسات زوايا المضلعات المحاطة بدائرة. الهدف الأول: أولا، تعريف الزاوية المحيطية وإيجاد قياسها. اتعودنا في كل درس أن احنا نربط هذا الدرس بواقع الحياة. لو ركزنا في هذا الشكل لوجدنا أن هذا الشكل نراه في قاعة الاحتفالات أو قاعة المناسبات. في الباب، يعني أحد أبوابها، نجد أن هناك شريط موضوع بهذه الطريقة: أوله عند A وآخره عند B، ومشدودا بهذه النقطة على أحد هذه القنطرة من أعلى. كل شكل من هؤلاء، سواء الأزرق أو الأخضر أو الأحمر، يعتبر شبيه بالزاوية المحيطية اللي هو درس اليوم. تعال نشوف الزوايا المحيطية. يقول أن الزاوية المحيطية هي زاوية يقع رأسها على الدائرة. تعال نشوف الحين هذه الدائرة، واسمها الدائرة سي. يقول هي زاوية يقع رأسها على الدائرة. نعم، رأسها R، رأس الزاوية المحيطية، فعلا الحين يقع على الدائرة. كمل يا أستاذ. ويحتوي ضلعاها على وترين في الدائرة، يعني RQ هو الضلع الأول للزاوية وفي نفس الوقت وتر للدائرة، والضلع الثاني RS هو الضلع الثاني للزاوية ويعتبر كذلك وتر في الدائرة. نعيد الكلام تاني مرة أخرى. يبقى هي زاوية رأسها على الدائرة اللي هو الرأس R، وضلعيها وتران في الدائرة، الوتر الأول RQ والوتر الثاني RS. حينما نسميها نقول أن الزاوية QRS أو الزاوية SRQ هي زاوية محيطية في الدائرة C. خد بالك أنه رأس الزاوية دايما نقرأه في الوسط، ما ينفعش نبدأ منه. يقول القوس الأصغر، هذا القوس باللون الأخضر اللي هو QS في الدائرة C، مالي أستاذ؟ هو القوس المقابل لهذه الزاوية. تمام. توجد ثلاث حالات للزاوية المحيطية في الدائرة، يعني لها ثلاث أشكال. الشكل الأول، يقع مركز الدائرة على أحد الأوتار. الشكل الثاني، يقع مركز الدائرة داخل الزاوية، يعني موجود المركز، يعني موجود بين الوترين. الشكل الثالث، أن المركز يقع خارج الزاوية. نظرية الزاوية المحيطية: قياس الزاوية المحيطية يساوي نصف قياس القوس المقابل لها. يعني يا أستاذ الحين زاوية واحد هذه زاوية محيطية، والقوس المقابل لها هو القوس AB. يعني نستطيع أن نقول أن قياس زاوية واحد للزاوية المحيطية يعني يساوي نصف قياس القوس. من القوس؟ لابد أن يكون القوس المقابل لها. ونستطيع أن نكتب هذه النظرية بصورة أخرى. ده إمتى؟ لو إحنا كنا محتاجين قياس القوس، نقول أن قياس القوس يساوي ضعف قياس الزاوية المحيطية. يعني يا أستاذ، يعني إذا كنا نريد، ده الخلاصة، يعني إذا كنا نريد هذه الزاوية المحيطية، يبقى نضرب نص في قيمة هذا القوس. ولو كنا محتاجين العكس، يعني محتاجين قياس القوس، نضرب 2 في قيمة هذه الزاوية. مثال واحد: استعمال الزوايا المحيطية لإيجاد قياسات. أوجد القياسين الآتيين مستعملا الشكل المجاور. المطلوب الأول قياس زاوية B، والمطلوب الثاني قياس القوس BO. تعال نشوف الحل. المطلوب الأولاني
قياس زاوية B، هذه الزاوية. طبعا واضح أن زاوية B يقابلها القوس MN، وبالتالي قياس زاوية B حسب النظرية رح بيساوي نص قياس القوس، يعني بيساوي نص ضرب السبعين، لأنه قياس القوس 70 بالآلة الحاسبة يدينا 35 درجة. المطلوب الثاني إيجاد قياس القوس BO. واضح جدا أنه قياس القوس BO يقابل زاوية أو يقابل الزاوية المحيطية N، يبقى نقول أنه قياس القوس يساوي 2 مضروب في قياس الزاوية، يعني الزاوية المحيطية، يعني أضرب 2 في كام؟ 56 درجة يعطينا 112 درجة. نظرية ثانية، إذا قابلت زاويتان محيطيتان في دائرة القوس نفسه أو قوسين متطابقين فإن الزاويتين تكونان متطابقتين. يعني كم يا أستاذ؟ إيه معنى؟ يقول الحين إنه زاوية C وكمان زاوية B يقابلان القوس AD، يعني زاوية C يقابلها القوس AD وزاوية B يقابلها القوس AD. الكلام ده لما يحصل نقول بعدها مباشرة إنه قياس زاوية C تطابق وتساوي قياس زاوية B طالما مرسومتان على نفس القوس. مثال 2، استعمل الزوايا المحيطية لإيجاد قياسات. مستعملا الشكل المجاور أوجد قياس زاوية T، ما فيش مشكلة. الحل، المطلوب إيجاد قياس زاوية T. واضح الحين أن زاوية T تطابق زاوية U. ليه؟ لأن زاوية T يقابلها القوس SV وزاوية U يقابلها نفس القوس SV، وبالتالي نستطيع أن نقول أن قياس هذه الزاوية يساوي قياس هذه الزاوية، يعني قيمة الأولى تساوي قيمة الثانية. الحين الاثنين إكس مكانها هنا بإشارة مخالفة، والسالب 5 مكانها هنا بإشارة مخالفة، يعني نخلي الرموز في اليسار والأرقام في اليمين بهذه الصورة. نطرح هؤلاء يدينا إكس، وهؤلاء جمعهم 20. بس يا أستاذ إحنا مش عايزين قيمة إكس، إحنا عايزين قياس زاوية تي، خدناها أكثر مرة قبل كده. خلاص قياس زاوية تي يساوي قيمتها يعني من المسألة أو من الشكل 3X ناقص 5، مفيش مشكلة. نعوض عن قيمة X بقيمتها كم يا أستاذ؟ جبناها 20، يبقى 3 ضرب 20 ناقص 5 بالآلة الحاسبة 55 درجة. نظرية اللي بعدها، تقابل الزاوية المحيطية في مثلث قطرا أو نصف دائرة إذا فقط إذا كانت هذه الزاوية قائمة. يعني كم يا أستاذ؟ إيه معناه؟ نقول الحين أن إذا قابلت زاوية جي، هذه الزاوية إذا قابلت قطر أو نصف دائرة، إذا كان أمامها اف اتش قطر أو نص الدائرة اف جي اتش، في الحالتين دول يعني هذه الزاوية مرة أخرى، هذه الزاوية إذا كان يقابلها قطر أو نصف دائرة، هنستفيد إيه؟ هنستفيد إنه قياس زاوية جي يساوي 90 درجة، والعكس صحيح. يعني يا أستاذ إذا وجدنا أن هذه الزاوية يعني زاوية محيطية داخل دائرة قياسها 90 درجة، فإن إما أن نقول إنه هذا قطر أو أن نقول أن هذا أو هذه نصف دائرة، أو نقول الاثنين حسب ما احنا عايزين بعدين. مثال، إيجاد قياسات زوايا المثلث المحاط بدائرة. مستعملا للشكل المجاور أوجد قياس زاوية F، مفيش مشكلة. دي مسألتنا، المطلوب إيجاد قياس زاوية F. أولا نلاحظ أن زاوية G تقابل القطر FH وكذلك تقابل نصف الدائرة FH، العملية واحد، قابلت الأول أو الثاني مفيش مشكلة. أستطيع أن أقول الحين أن قياس زاوية G تساوي 90 درجة. ليه؟ لأنها زاوية محيطية قابلت قطرا أو قابلت نصف دائرة. طيب يا أستاذ أنت عايز قياس زاوية G في إيه؟ ما هو عايز مني قياس زاوية F، يبقى إحنا عايزين قيمة X. طيب يا أستاذ هذا مثلث FGH، ده مثلث، نستطيع أن نقوم بهذه الخطوة، نقول قياس زاوية F زائد
قياس زاوية جي زائد قياس زاوية اتش يساوي 180 درجة. دي قاعدة خدناها قبل كده أكثر من مرة. وبالتالي نقوم الحين بالتعويض عن كل قيمة. قياس زاوية اف هذه قيمتها، قياس زاوية جي 90 درجة، قياس زاوية اتش هذه قيمتها، وده كله بيساوي 180 درجة. الحين ايه نعمل؟ هنجمع الرموز مع بعض هنا في هذا الطرف والأرقام مع بعض. 4x و9x كم يدينا يا أستاذ؟ 13x. 2 زائد 90 ناقص 3 89 درجة، وهذا كله يساوي نفس القيمة 180 درجة. هذه القيمة وين تروح؟ 89 بإشارة مخالفة الجهة الثانية مع ال 180. تصير 180 ناقص 89 كم يعطيني يا أستاذ؟ 91. الحين نقسم على 13 يبقى 91 تقسيم 13 كم يديني يا أستاذ؟ 7. يعني إكس في الآخر تساوي 7. بس يا أستاذ أنا مش عايز إكس، عايزين قياس زاوية إف. مفيش مشكلة، نكتب قيمتها من المسألة. 4 إكس موجب 2، ونعوض عن قيمة إكس بكم يا أستاذ؟ بسبعة. مظبوط. يبقى 4 ضرب 7 موجب 2 بالأداة الحاسبة 30 درجة. الهدف الثاني إيجاد قياسات زوايا المضلعات المحاطة بدائرة. تعال نشوف النظرية. يقول إذا كان الشكل الرباعي محاطا بدائرة فإن كل زاويتين متقابلتين فيه متكاملتان. يعني كم يا أستاذ؟ واضح الحين إنه الشكل الرباعي L M N K، أو نقرأه زي ما هو قرأه K L M N، مالي يا أستاذ؟ محاطا بدائرة، يعني الأربع رؤوس يقعوا على الدائرة. الرأس K والرأس L والرأس M والرأس N كلهم يقعوا على الدائرة. يبقى إذن هذا الشكل محاطا بدائرة. إيه استفدنا يا أستاذ؟ استفدنا إنه قياس زاوية L زائد قياس زاوية N مع بعض مجموعهم 180 درجة، يعني متكاملتان، مش كده وبس. وكمان قياس زاوية K وقياس زاوية M كذلك مجموعهم 180 درجة، يعني متكاملتان. يعني كل زاويتان متقابلتان متكاملتان. يعني متكاملتان يعني مجموعهم 180 درجة. مثال 5 إيجاد قياسات الزوايا. يحتوي العقد الظاهر أو العقد الظاهر في الشكل على جوهرة بصورة مضلع رباعي محاط بدائرة. ده اللي يهمنا، مضلع رباعي محاط بدائرة. أوجد قياس زاوية A وقياس زاوية B. ما فيش مشكلة. المطلوب الأول اللي هو قياس زاوية A. طبعا هو علمني من في المسألة إنه الشكل الأصفر هو عبارة عن شكل رباعي محاطا بدائرة. يعني محاطا بدائرة يعني الرأس A والرأس B والرأس C والرأس D كلهم على الدائرة. طيب إيه استفدنا؟ يبقى أول شيء قياس زاوية A زائد قياس زاوية C كم مجموعهم يا أستاذ؟ 180 درجة زي ما قالت النظرية. هنعوض عن قياس زاوية A طبعا زي ما ملا قيمة زي ما إحنا عايزينها زي ما هي، وقياس زاوية C 90 درجة، وده كله بيساوي 180 درجة حسب النظرية. التسعين يطرح بإشارة مخالفة الناحية الثانية، يبقى قياس زاوية A يساوي 180 درجة ناقص 90 درجة كم يدينا يا أستاذ؟ 90 درجة. المطلوب الأولاني خلاص انتهى. المطلوب الثاني إيجاد قياس زاوية B. مفيش مشكلة بنفس الطريقة، قياس زاوية B زائد قياس زاوية D مجموعهم كم يا أستاذ؟ 180 درجة. هنعوض عن كل واحدة فيهم، عوضنا خلاص. نجمع الرموز مع بعض، 2x وx يدونا 3x، وال30 مكانها يساوي 180 درجة. ال30 بإشارة مخالفة الناحية الجهة الثانية، يبقى 3x يساوي 180 درجة موجب 30 درجة 210. x يساوي 210 تقسيم 3، يعني x بتساوي 70. بس احنا مش عايزين x، احنا عايزين قياس زاوية b. مفيش مشكلة، اكتب قيمتها، عوض عن قيمة x ب 70 تبقى 2 ضرب 70 ناقص 30 يساوي بالآلة الحاسبة 110 درجة. كده حصلنا على قياس زاوية A وقياس زاوية B. الواجب تابع الواجب تابع الواجب. شكرا لكم على المتابعة، في أمان الله، على أمل أن نلتقي إن شاء الله في الفيديو اللاحق.